السلام عليكم. إذا في هذا الفيديو غتعلموا معنا كيفية حساب فرق عددين نسبيين لا سوم دو دو نومبر غولاتيف. إذا سوستخيغ أن نومبر غولاتيف سي أجوتي سون أوبوزي. إذا شنو كيعني لوبوزي دان نومبر أو لا مقابل عدد؟ إذا مقابل العدد خمسة هو ناقص خمسة، يعني لوبوزي كنبدلو غير الإشارة العدد، مقابل ناقص عشرة هو عشرة وزايد عشرة. إذن pour effectuer la soustraction de deux nombres relatifs, nous transformons la soustraction en addition. إذن شنو كنديرو لحساب فرق عددين؟ كنحولو الفرق إلى مجموع. كيفاش غادي نديرو نحولو الفرق إلى مجموع؟ إذن خمسة ناقص عشرة، إذن خمسة زائد كنديرو لوبوزي ديال عشرة، يعني المقابل لعدد عشرة. شنو هو المقابل لعشرة؟ هو ناقص عشرة. إذا كاين جوج ديال الخطوات، الفرق لا سوستراكسيون كنحولوه لاديسيون، والخطوة الثانية العدد كنديرو لوبوزي ديالو، كنديرو المقابل ديالو عشرة، المقابل ديالها هو ناقص عشرة. إذا لاحظوا معايا إلا حيدت هاد الأقواس هاد القوس غيولي عندنا زائد ناقص، وزائد ناقص هي ناقص. إذا ومن بعد غادي نطبق ولا عندي جمع، إذا غنطبق قاعدة الجمع. إذا مجموع عددان لهما إشارتان مختلفتان، هنا عندنا ناقص وهنا زائد، إذا كناخدو إشارات الأبعد عن الصفر، وكنديرو الفرق ديال مسافتي العددين اللي هو عشرة ناقص خمسة. إذا عشرة ناقص خمسة خمسة، أي ناقص خمسة. الحالة الثانية لاحظوا معايا، عندنا ناقص ثلاثة ناقص عشرة، يعني عندنا واحد الفرق، فرق عددين. إذا شنو قلنا؟ ناقص ثلاثة الفرق كنحولوه للجمع، المقابل ديال عشرة هو ناقص عشرة. إذا ناقص ثلاثة زائد ناقص عشرة، إذا كنحتفظو بإشارة العددين لأن عندهم نفس الإشارة، وكنديرو الجمع ديالو أي ناقص تلتاش. الحالة الموالية عندنا ناقص ثلاثة ناقص زائد عشرة، إذا شنو غادي نديرو؟ عندنا ناقص ثلاثة، قلنا الفرق كيرجع جمع، المقابل ديال زائد عشرة هو ناقص عشرة. إذا هادي نفس العملية اللي درنا قبيلة، إذا هي ناقص ثلاثة زائد عشرة أي ناقص تلتاش. الحالة الموالية 13 ناقص زائد 10، إذا 13 ناقص كترجع زائد، وهاد العدد كنديرو المقابل ديالو، المقابل زائد 20 هي ناقص 20، إذا 13 زائد ناقص 20، يعني مجموع عددان لهما إشارتان مختلفتان، إذا كناخدو إشارات الأبعد عن الصفر، ومن بعد كنديرو فرق مسافتي العددين، 20 ناقص 13 هي 7 أي ناقص 7. إذا باش نلخصو هذا الجزء من الدرس، إذا لا ديفيرونس دو نومبر غولاتيف بو سوستخيغ أن نومبر غولاتيف أو ناديسيون سون أوبوزي. إذا شنو كيعني؟ الفرق كيتحول إلى مجموع. إذا 15 فرق كنحولو لمجموع، وكندير المقابل لهذا العدد لوبوزي هذا لو نومبر، لوبوزي ديال 30 هو ناقص 30. اذا 15 اولا ناقص، اذا 30 ناقص 15 تساوي ناقص 15.